هاي جيرلز هاي فانز هاي everyone. فيديو النهاردة هو ضمن سلسلة فيديوهات فرق صغير والمعنى يتغير. فيديو النهاردة مختلف عن بقية سلسلة الحلقات دي عشان هيكون فيها كلمات بالعربي على وزن على نفس وزن الكلمات اللي بالانجلش عشان نوصل مع بعض ونفهم ازاي النطق الصحيح للهجة الامريكية. معنا النهاردة ثلاث كلمات books وبوكس وبوكس. سريعا كده انا عملت الفيديو ده لاسباب كتير عشان بسمع كتير كلمة بوكس بعض المصريين بينطقوها بوكس زي مثلا اللونش بوكس هديك بالبوكس في وشك. دي بعض اشهر الجمل اللي بعض المصريين بيقولوها. فكلمة بوكس المصريين بينطقوها بوكس. box يعني صندوق، ممكن تيجي بمعنى صندوق، ممكن تيجي بمعنى لكمة اللي هي الضربة اللي بقبضة الإيد، وممكن تيجي بمعنى الفعل نفسه اللي هو يلاكم. فأنا دلوقتي هقرأ الكلمات وهقول بعض الكلمات اللي بالعربي عشان توضح أكتر الحروف اللي في النص دي، الحروف اللي هي الفاولز نطقها صح ازاي. box books books يعني كتب. الاو او هنا بتتنطق زي الضمه زي في كلمه ام وبن، ام بن books. انما باك بوكس 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 اللي هي الدولارات باللهجه العاميه الامريكيه. اليو هنا بتتنطق شبه الفتحه اللي في كلمه نص وفص، بوكس نص فص. إنما باكس زي الأو هنا زي في كلمة آه آه باكس بوكس بوكس باكس بوكس بوكس باكس. يارب تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة، ولحد ما أشوفكم المرة الجاية أتمنى ليكوا كل خير. باي.